أزمة نقص المياه في العالم هي أكثر الأزمات خطرا على حياتنا بحسب دراسات للأمم المتحدة، حيث أوضحت الدراسات أن هناك أكثر من 180 مليون نسمة يعانون الفقر المائي. تتفاقم أزمة المياه في العالم بسبب الحروب أو الصراعات وحتى العوامل الطبيعية مثل شح مياه الأمطار وجفاف البحيرات والأنهار والتغيرات المناخية. وتعد منطقه حوض البحر الابيض المتوسط واحده من اكثر مناطق العالم تاثرا بسبب موجات الحروب واستنزاف الموارد المائيه الامانه العامه للاتحاد من اجل المتوسط اكدت ان هناك اكثر من 180 مليون نسمه يعانون من الفقر المائي فضلا عن 60 مليون اخرين يواجهون اجهادا مائيا في منطقه المتوسط وقد اوصت المنظمه باهميه التوسع في مشاريع لتحليه المياه مع وضع اجنده موحده لدول حوض المتوسط تضمن التعاون والحوار مع الخبراء في مجال المياه لمواجهه هذه القضيه المثيره لقلق متزايد وبحسب الدراسات فان مخزون المياه الجوفيه في العالم العربي بلغ نحو 77 مليار متر مكعب يتجدد منها سنويا 42 مليار ويتاح للاستعمال 35 مليار متر مكعب فقط أما مصر فقد تحركت سريعا لتدارك خطر نقص المياه خاصة في ظل التأثيرات السلبية المتوقعة من إنشاء سد النهضة الإثيوبي حيث وضعت رؤية استراتيجية تهدف إلى تدبير حوالي عشرة مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من خلال ترشيد الاستهلاك وإعادة تدوير ومعالجة المياه الأزمة المائية تعد من أصعب الأزمات التي يواجهها العالم وليس مصر فقط، فهناك ثلاثون دولة من بين 178 دولة تقع تحت خط الفقر المائي من بينهم 15 دولة عربية بحسب المركز الأوروبي للبيئة، وتبقى المياه القضية الأشد إلحاحا ما بين مختلف قضايا التنمية خاصة انها ترتبط بحياه البشر والبيئه والكائنات الحيه المختلفه